بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ويلحق به نحو أشداء على الكفار رحماء بينهم. ديارك إما بس طباق ما قلت كطباق شيء بلام هني بس هي أكريوكم ملحقات طباق بس يمكن بدي أديك رأي بس كان يدوانا وكو إمامي كفتازان يفرمي ويلحق به أي بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما أو ما يقابل الآخرة جاء يتعلق بوا نوع تعلق نوع تعلق كشوكشي وكو سببية لزو أما يتوبي دودان معنا بيكو كوكي توا يكي كان بيواندي بشتيكو هبي او مقابلي معنا كيترا دو معنا بيكو باسكي يكي لدو معنا كان تعلقي لقل شتيكي ترا هيا او مقابلي معنا كيترا انا دو معنا كخوان بو خوان مقابلي يكنين ملجة يمشت معنا الطباق يعني شي يعني هي ناني دو معنا مقابلي يكتر دي سوانية دو معنى مقابل مانية بس الحمد لله يكي كيان فيواندي بشتيكو هيا علاقيكي لزوميات علاقيكي سببيتي لقل شتيكا هيا اوشتا اعوى اعوى سيركي اعوى علاقي تقابلي لقل معنى يكما هيا دي اما طباقة نوال بس قيشي كابل يقول حقي الطباق مثلا بالا نمونكا بروني دلكوي خواي قولا أفرمي أشداء على الكفار رحماء بينهم ستبر والد وأزاني أشداء الرحماء مقابليك يقول واني ملك واني يسأو جمع لبين دو معنى باسي أشداء باسي رحماء مقابليك نوال بس يكي لدو معنى كبقرة سيدكي بيواندي بشتيك وهي مثلا بعلاقي سببية أوشتا لقل معنى كترة متقابلة رأسك مثلا بعد سر آياتك أقسم كين فإن الرحمة يسر الرحماء أشداء دو معنى كدين أو جال سر معنى الرحمة قسيكين أم معنى الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة كابي أو وجهي أو يكبو أم باسر يكخوي طباقنية هل بلي طباقه وتواو ايش الله دي خوب ملاقيا معنى الرحمة لبرامري معنى شدة دونية دعو لهم طباقه اي مش الله طباق شيا دو معنى متقابل بيكو باس كله اخوي سوانية دي بائس ايش قين لسر وكا اما ملحق طباقه زان ابيبو ملحق طباق ايش افنان بلي لكنها مسببة عن اللين ولا رحمة برهني لينا يعني سبب كي بوشي رحمتها يا لبرولين هاي جالين سبب رحمته أجر خن بيتان يا بيس بيتان لدرو بدي عبلا يزديو لا سرتاي منطقة أقوى عليه والله رحمة بوخوا جنجاونية أجر نسبة شدة بالي خوا هر مجازة شو كرحمة لباسي رقة قلب أهانو دس بيك هسه من ملاحظة مزورة لسر أقصى بلام هو عالمي جورا جوريش كديه رحمتي على قيبة طريقة قلبه هيك رحمتك أي خلق دي رحمتي أو أي شيء أنا الرحمة أخوائيك طريقة قلبي شو شيء رحمتي إخوة هرباسي هي خديما هلا قلزاتي بس هيك إغنية لأسماء إخوة معنى الرحمة بوخوا هلا قيده ما سابتنيها أكو علم أي شيء أكو علم علم بوخوا إيش معنى هي بس بوخوا إيش بس باسك إخوة جواز اللي باسكم باسك إخوة من مثلا علمي إخوة من حادثة علم كمان علمك الشمولينية علم كمان أسبابي جرك عقلي جرك خبري جرك حواسي جرك مثلا بمش أنا بياد والله خو علمي خوانية دي الرحمة دي خوايش ورحمة دي خلق شوانية ملكة رحمة دي خلقك ديش على عقب الرقة دي قلبه هي قيجك
أحد كبر أو تودي بام الرحمن ندم بالي إخوة شو كخو إخوة قلبي نية تاريخ تيتي أبي ودعي بسم الله لو رحمتك يا أبوه أي بقولين رحمة يعني شو بخو ملاجان شو والله بقولين رحمة يعني إحسان يعني آسوا ربي أوني ها كبر بسيتي نانية داتي كبر تونتي أيوة داتي كبر نخوش شعر سريع كأيوة كشي رحمة ملك قلبون كابي الرحمة رحمة حديث بوا بقولين شكت ليش نمونا كآياتك هاد باسي خلقه الشدة على الكفار الرحماء بينهم بس كباسي صحابي حزتي بيغمر صلى الله عليه وسلم دي أو رحمة راس يا سلا باسي لين ولا سيف يكل لين شيا ملاجان ولا لين الذي هو ضد الشدة أوا ولا لين دجمني شدة رحمة دجمني قلن فظاظات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك يعني بيرحم بي بس شدة بلان بلينا ملعت دي الله دي كوابي إيسا لم آيتا دو معنى لقل يكباس كراون متقابلين تامن بليم نمونة كنمونة طباقة بس الحمد لله يكي لمعنى كان كرحمة مسببي معناك كلينا أولينك سبب رحمتك يا مقابل شدتك يا تواو بوينا لم طباقة ألم ملحقة بطباقة وكل ملحقات مسنى وجمع مذكر شال نحو خندوتانا همو مواصفات تعريف مسنى وجمع بسر أو نمونانا نابي بس سيرك إلى الروي واقعي وتو سيرك يوكو مسنى وجمع مع مليان لقلاك مرفوع يكيب ألف نون منصوب يكيب ياء نون مرفوع يكيب واو نون مثلا أولو وعالمون عليون وأرضون شذ وسنون كلتاك ذاك اثنان واثنتان وابنين وابنتين يجريان وانا هم ملحقات مسنى وجمع هميش ليرا باسك الناتو أنا بلين بخوا طباقة بس الحملة أتو أنا بلين ملحقي طباقة يسقسيك شكلنا سلو خالة باشا سلو خالة يسقسيك كين والثاني أو حالتي يكم يموت من ويلحق بالطباق شيئان أو شيء يكم حالتي دوم الجمع بين معنيين غير متقابلين بلام عبر عنهما بلفظين الحمد لله أو دو لفظي يتقابل معناهما الحقيقيان تو بيدو دان معنا بيكو باسكي لروي واقع وأم معنانا متقابلين بچي باس يعني كي بدو لفظ تعبير يعني يكي أم دو لفظة أو دو معنانا هيك خمان باس يكين بس لروي واقع وأو دو معنانا نية معنى إخوان يعني هي يسا أسد لروي واقع يعني شي ها يعني حيوان مفترس لك أي كاتكتو لنمونيكي استعارة ومجازية بكارين يعني شي يعني رجل شجاع رونق زكا أمش إيسا ليرا دو معنى هيا لرغي دو لفظو أو معنى أغياني كلفظة كان بو خوين بو أو معنى ندانن راون بس أتوان أو معنى نبغيانن أو جا أغر سيري سيري معنى راسقيني أو دو لفظة بكي سيركي متقابلة يارا تشيالين دو لفظ دو معنى ينغيان دو إيستا دو معنى كدوش من يقنين بلام لروي واقعي وسيركي او دو لفظة خوين دو معنى ينهيا كدو معنى كان دجمنية كان اها يعني باعتباري اعم معنى ايسا تباق لبين انانية بس باعتباري معنى اصيكي خوين تباق لبين انانية بوي قالين امشاء ام باسي شباسي ملحقي تباق رونا ملا نرسي دي نحو قوله وك اوا كاكا ديعبيل وتويتي كاك ديعبيل بيشن ديعبيلي خزاعي شيعيكي نقبتي سرسخت بو لزماني عباس يكانا اترزور بحسابي خوي ولا اويها بو بو جماعتي حتى علن الشيخ السوقيان لخوان نسيان الرافيزي خلقك محترم انا قصيك عليه
اما زورت الميلي بلاي آل بيتو امامي علي وانا هيا بس خلقي خمان كتوزي تند لو باس على الرافضية يعني شيعة بو مشهورة كابراهي كي هجو كربوا جمال فروش بوكو الشيخ رزاي كردي خمان زورت العلاقية او شعراني هر او هجو يشسري قواردوا چن یجمنی دا به ملیکو پاشا او د صلادار او وانکان او تیان تخوا با امر رزیلین نه نه کوجین چولو لا وا شعری او تو بسر کا ولا یا کا برش خلات اینه ک دوله دا خوا بعض یجمنی پیدا او کبرش کبر کی به قیمت نه دوله لا تو بیت کنا الله کوش بیا یعنی هر مرد نکیش سر ک زانو دا معنی بو یعنی برهمی او یجمنی خویا ک داوتی به خلق دوریتی او امدع بلا نابینایش بو بدبخته مثل عصر عباسي كان جياوة يعني تقريبا لدو صدى كان لصو تلوهش لدائق بوه لدو صو بيس شوتو بدين محاسبة إخوة أم كاك دع بلا أليه أين الشباب وأية سلك لا أين يطلبوا ضل من هلك لا تعجبي يا سلمة يا سلمو هذا كان ربي لا تعجبي يا سلمو من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى قصيديك هج جرية قد كان يضحك في شبيبته فأتى المشيب فقلما ضحك يا سلمو ما بالشيب منقصة ولا سوقة يبقي ولا ملكة اتهروا بيا أرالي لا تأخذ بظلامة أحدا قلبي وطرفي في دم اشتركة شنو سأل شايدك خمان لا تعجبي يا سلمو يا سلمة من رجل باسك باسي خويك لا تعجبي من رجل يريد نفسه جاء لا تعجبي من أو رجلا كصفتي ويا الضحك المشيب برأسه ويعيش فبكى ولا بيري بيكنيني ديبا سلوكالي بيري بيكنيني هاو بسلوكالي يعني شي يعني ديارة بعشرة ديارة بسرية ديارة بيربو سلوكالي ديارة بيربو جا الضحك المشيب بمعنى الضحك ميقرة شو الضحك باسي بيكنينة أي بمعنى شيء بيقرأ يعني ظهر ظهورا تعمن أو معنى إلي بقرأ تواو جافة بك أو جافة بك يسال ضحكو بكا لروي واقعية وأو دو معنى دجمنية كان. بس يسال لكادي بكار ينانيا لنا وشعرك هسناك دجمنية كان. باسي ظهور ظهورا تاما چه دشمن هاتيه كيه لقل باسي بكاو نازان چه خفت خواردنو هيتي ملايان نمخو بلام چون که معنى راسقيني امدو كلمة دشمنية كان قيشه كاتو ما مليكي طباقي ان لقلابك ايبلي ملحقي طباق رونا ملاميوان فبكى ذلك الرجل ايتر بكابو چوك ازاني ايتر مساري لبرنو دركا يا بكا بو اوهم جواني قال لا سيدا ولا زماني گنجيتيا اسوته پير بو تو بكا بو او كرويتيا كاتو كمردن هر ماوت وسر مردن يا بكا بو اوهم جواني قال زماني گنجيتيا لا سيدا فظهور المشيب راسي لا يقابل البكاء ويمن نعلم امن من من طباقه شو لا يقابل او دو معناه ولا برامبري يعني دشمني يعني بلم الا انه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء بلام او تام شاعر ام دعبله بو جاندني معناي ام ظهوره وشي ضحكي بكاريناوا دي او ضحك اقل روي بكاء بيجري معناه كان دجمنيه كراس معناي ضحك خوي لقل بكاء دجمنيه كان بس خوي اللي يرى او ضحك بمعناه كي خوي بكاناتو معنى زور بكارات بس اگر بيجري بمعنى كي خوي ريق دشمني معنى بكاء ابو اعتبارته وكاين ملي طباقه توامل اجيان جاء يا سبابين وسر او خال لواقسيه فيه
بنوس الأخر. خو باب شنو هو تعريف الطباق؟ بس تعريف الطباق جزء بوسين جاي دينه هو ده. وتمام الطباق شيء ملاجئ. الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة. في الجملة كمان شيء ليكرت. تعميم تقابل كمان نكل تقابل أصدات تقابل إجاب السلب تقابل عدم ملكة تخواشتي تريش ما فيه نبيتها نمان هو ما يشبه ذلك أدي باش بس أعم باسي شبيبة هل باسي وما يشبه ذلك جي كرويتر أي بيش أدي بولي ملحقة ملايك بولي ملحقة أتوليو باسي كرو بفرواني بجيهش توقشي ليري أسا أميلي دركي بوليك حق نیم پرسید ملکیان بو خاله، آه؟ سری که او حاشیه بکن کلا و یلحق به لسر آو نسر آو. ام حاشیه آله من مجبورم لیر دو قصه کم حاشیه کو آله. آله دو قصه کتیه. اگر قصه بکم ل سر فرمایشتی خطیب بجوری قصه کم قصهش بکم لسر فرمایشتی تفتازانی بجوری کتر قصه کم خطیب فرمویتی چی؟ فرمویتی فی الجمله تقابل یک هی ای خویمش دیاره تقابل کن من خوندو ملجه تقابل چوار حالت تقابل تضایف تقابل تضاد تقابل عدم ملکه تقابل ایجاب و سلبه هیتر من هی ها همانه نخير ديتو خواتو بلي بمن ام دونو مني اس اخون مان لجير هيش كام لو باسي تقابل انا جي بيتوا ديكا بي ملحق بالفعل ملحق يا انا بلا مي سبب شي مسافر ما يشتكي تفتازاني اخر فما يشي تفتازاني هرب هو نوسا ملاجان فرمي ام تقابل انا مان هي وما يشبه ذلك ايش مان هي اي والله ببي او فما يشتي تفتازاني بي نابي ام دونا ملحق بن اها بوي ابي او باسي اما بالدور روخ سيد يبين هم لسر خطيب هم لسر تفتازاني اشكالك لسر تفتازاني بقوه ترى وقت لسر خطيب لسر خطيب مشكلين يشك ام باسانا ام دون منا هيش كان من لشير هيش كان لشوار تقابل لك جيان نبيتو بالفعل وقو بيان ما انكر كوا جيان بو نبخ بلان بو فرمايش لك تفتازاني اتوانين دليكين نا والله نا والله بالفعل ببي فرمايش لك تفتازاني بي ابانم ابي ملحق نبن هاد باسي الطباق من شو قال لجيري وما يشبه ذلك جانب يتوسيري فما يشبه تفتازاني كان فرمي أو ما يشبه شيئا من ذلك لكا بأم دونو نشهر يكي كان لجماعتي ما يشبه ايو جات شي بلين ها بلين كاكي جان ما يشبه ان شاء الله عني مرابي الخصوصة غيري أعمن منانا أمن منانا في أنا وتيام والحقات والله مثل اشتكاني تر ان شاء الله وانا ملحقاتني اوا ايتو مجهول يعني كرخنا روي كده كسيخ هو بيقصيب في لسري اوا افري دفع رخنا كيسر امامي تفتازانيش بكري باشا وما يشبه ذلك شيئا من ذلك يعني شي يعني هرشتي كي تر كلا ام شوار تقابل بشي غيري ام دون منيك اسباس يكين شكا اوانا تازا ملحقات رونا أو جاء ويسمى الثاني إهام التضاد والله أم حالتي دوميان بدياري كراوي خلق بيجن إهام التضاد إهام التضاد يعني شي يعني تقريبا وأخاتم يشكيت ووا بالفعل واتو هستقيك بالفعل معنى حرب تضادا بالفعل بوت قال لي أن المعنيين ذكرا بلفظين يهمان بالتضاد نظرا إلى الظاهري إراسك أنا والله أقدر بروا على سيري كي خلقنا لي بكاء بكاء ضحك يجمنيك بحر بس أن بكاء ضحك بمعنى أن بكاء ناد وانت ما بغلين تجمن دي الله دي أو جاء ودخل فيه ما يختص باسم المقابلة ملايين جول يطباق هيا من حزقكم هل لجيري باسي الطباقة جيكا نوا بلان اقل راستانوي خوشي ناويتي هيا فيجن مقابلة اقل راستريش لانوي لم جيكا
هني العلماء وكو محسيني كيسر بخونا يعملوه وكشون على المحسيناتي معنوية كانطباقة على نيكي شان مقابلين آوه بس وتا خطيبة فنوشي أفنو ودخل فيه إن شاء الله أن باسي مقابل شاه هل ليش باسي انطباقة جيب كروا يعني وكو مصطلحي كيسر بخو بانبي يوني إيهامي تصاد مصطلحة ولم هذا جيب باسي انطباقة دي مقابل شاه المصطلحة قيناك ولم فرعي باسي انطباقة إيكي كتدل لنمنقال انطباق ولم هني العلماء وإمام السكاك وغير يوانيش بمصطلحي كيسر بخوين أو بلو يعني اشتكي تريش معنية وانطباق معنية مقابل إيش معنية باشا بلام آلية لك إما برسيارك مانهي لخطيب آلية لك مفروضة ملاجيان باسي اتباق مان يمتعو بكر دايا مفروضة باسي اتباق مان تعو بكر دايا أو جا باسي ملحقات اتباق مان بيانايا وانيا تسكا وانيا يعني تونا بباسكا خوي تعوكي أو جا باسي ملحقات اكي تعوكي لشي يسأم باسي اتباقي نك تعو نكتو بو شبخو باسي مقابلش الباسي اتباقا كشي برلا وباسي محققاني كدوة دي الرواية إيشيوا أملا نرسي نبخوا أنتو مفروضة باسي طباقة كتواوكي أو جابي تسر باسي ملحقات كشي أو يشي باسي طباقي تواونا كدوة لخوا مقابلة شركة كدن منقاني طباق يعني بالفعل أن باسي باسي طباقة بس دون منقاي فيشو كينا مانو باسي ملحقات يطباق يعني قيشيكا باسي طباق تواوببي أو جاباسي ملحقاني أكين كشي او هادو ملحقكي بل تعبوني باسكة هيناو وكميشي يشي باسكة او نبو ملحق كان باسكة باشي ايشيوا طبعا باش نية علماء يشبو جوابي انفر سيارة فرمويانا ويواي قدوا ملايان لبر او بلي بتو رزر بدب منك من امو شمد واقستوا لباسي ملحقات وكميشي باسي طباق تعبوه او جا من باسي ملحقاتكم بس بخوا باقسي خمو بوكم لم جيبا امر رأي منا اعم مقابلة دخل فيه امر رأي منا انا تغري لعلماء تلك برسي او نال مقابلة دخل في اتباعه اسا ديارة بوشي دو يخسوا يعني وقت بيجي باسك التوابوا بس من لم جيبا رأيك رأيك اشيا مصطلح يا كي علماءك ومصطلح يكي سر بخوا باسيكا لمحسنات معنوية بس بلاي منوا هل بشي كذا باسي طباق تواو هذا بدأ وذلك ودخل في الطباق بالتفسير الذي سبق كوكب نويدو معناي تشبيك متقابل دخل فيه شيء ما يختص باسم المقابلة أما برأي يمها أينا وإن جعله السكاكي وغيره قسما برأسه من المحاسنات المعنوية أجل شيء إمامي السكاكي وغيري أبيش في أنواية أمو مصطلحي كسر بخوية هلو شو انطباق محسينة معنوية مقابلة محسينة معنوية يلا لو خلافة بقرر انطباق مقابلة شيئا وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر دعي ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب تصوركم أو ثم شمتنا ملايا أو ثم كبسولين نسرى وبرشين نسرى وشمتنا أي يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ثم كيش سوركا بكم بمدى مقابلة أويك دو معنى بيني بيوليان بيكوبي يا دوان ناسيان سيان ناتشوار بيوليان بيكوبي يعني شي يعني أقر بيكوبي ناتن عيبي نبي روابي أو معنى نبيكوباس يسوى طوى أو جاء لبران بلوى بعيني ترتيب مثلا دو معنى تربيني أو معنى مقابلي دو معنى كسر تابل معنى يكم مقابلي معنى يكم معنى دو مقابل معنى دو سرتا سي معنى يناوا دعي سي معنى بين سي معنى في سرتا بيونديان بيكو هيا سي معنى في دو ادريش بيونديان بيكو هيا معنى يكم دوم لقل معنى يكم كما مقابل معنى دوم دوم لقل معنى دوم كما مقابل معنى سي يم دوم لقل معنى سي يم كما مقابل تواوا
يعني هل سيك طباقة طبعا إيش توزي تعددي كي باسك يك نمونانية سيو شو نمونة بجارية مقابلية يك باسك بيوري مقابلة بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أي المعاني المتوافقة معاني متوافقة يعني أو معناني كتوب يشن بيكو هنا وتنو بنجايوش بيكو يعني هناني بيكو إيش أي بيكي جاني ريكو تو ولا الشعر شش معنى بيكو أتو ريكو تو كشتكي عندي كيها ليك دير الشعر شش معنى هاتبه دواتر شش معنى يتراتبه دجي أو شش معنى ريكو تو يسلمون كيني نو جعل الترتيبها فيدخل في الطباق يسأل بالفعل بالفعل يقول إمامي خطيب فرمو يدي إمامي تفتازان اشتعيد يا كافرين على والله عن باسي اشتعيد يا كافرين طباقة جيبه بو اشتعيد الحمد لله لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة هلا وانا يشي تقابلك زي اي قدوة قديم هلا معنو اللي بين دو معنى يسأل بو بدوان بو بشوار بو بشاش بو بزياتر اوه تواو جاء والمراد بالتوافق خلاف التقابل ملا يعني ما عثمان معنى كان متوافقا يعني متقابلين يعني دشمن يقنين او معنى سرتا بيكو هنا وتن ها انا ثم بما يقابل او دشمن كان بس اواني كسرتا هنا وتن علي متوافقا يعني الحملة حاتميا بيكو كشيني شو خد دشمن يقنين باب يكو من قيش حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. قل والله إلا أبي متناسبا إلا أبي متماثلا. يعني الحملة بيونديك وهل بيننا هيا أجد بيكوك ابن وعبيني. أي شيء. ليش منين؟ تابي شيء والله أول شيء بيكواتون. ليش منين؟ أرسل بخوا خلق. معناه ليش منش بيكو أيني أي شيء بنجني لقالي. وانيا. منيش أيانية ياري بوشيا كاو لكن شيء ترى بكار يعني فما نما أنتوا ذوق إنك أنت العزيز الكريم فبشرهم بعذاب أليم بشرهم يعني شيء بعذاب أليم أي بغي أنذرهم أي وقرك دي قالت بشعري نافية جا مقصدي شيء اللي يرى مقصدي أوي أم معناك بيكو هاتون الحملة دشمني يقني بشيا كاو يغضي بلاد دشمني أيش او وجبه بيكو هاتون دشمني يقني اكتر مناسبة هي لبينيانا مماثلة هي لبينيانا هرشي هي كيف خوية دي يعني اولا بيواندي هي كبيكو باسبين هل اولا اكتر خو اقل مناسبي يكيش نبن ريك متناسب يا متماثل يكيش نبن كيف خوية دي ميمو يالحمد بيواندي كيو هي اتواني بيكو باس يعني يسبا شي نصر باسك فمقابلة الاثنين بالاثنين بابليم متناسبين ومتماثلين فرق شيء ملجان متناسبين أويك من حيث المصداق ومفهوم جوازه والله من الحمد لله في وديان بيكو هي وباس يخورو ما سخور خورو ما إيش معنى والله أو بيكو باس ينكا أو متناسبا أي متماثل شيء أويك حقيقة كانيك والله مفهوم كان ليك الجواز وإنسان ناطق صار ناطق هيك الملك جواز إنسان قائم زيد قائم ما صدق كان هريك والله ما في مكان جواز همو موضوع محمول هروانا همو موضوع محمول لحم متعارف هروانا هذا بي من حيث المصداق يقبل من حيث المفهوم جواز جاء فمقابلة الاثنين بالاثنين وكو فليضحك قليلا دواتر وليبك كثيرا إذا بس يضحك قلة كيشان شبيكو ملجا ونجاونين بيكو خلق بقى زور بيبقاني كم بيبقاني يعني كمو زور لقل باسي فقينا هيش دوش منها ديكيني دبينا بيك فليضحكو خليلا او كما كمان يناو اي دوائي ولا وليبكو كثيرا يسأل ليضحكو ليبكو او متقابلا خليلا كثيرا متقابلا دوبار بس ليضحكو قليلا متوافقا او دوانا يوني بيقواتون ليبكو كثيرا شر متوافقا شو هيك يشيان شو يعني بيكو هاتون او جا دواي او يكتو دو معنى متوافقا قل بيكو هنا شو لو ديوي اوانو دو معنى يجيش بو دو معنى هنا بعيني تركيب با
باسي ضحكة كسرتا باسي بكاء كسرتا باسي قلة كسرتا باسي بكاء كسرتا كيش دوات إيوانيا باسي قلة كدوات وباسي كسرتا كيش دوات أتى بالضحك والقلة المتوافقين سرتا دعي ثم أتى بالبكاء والكسرة المتقابلين لهما آوى ومقابلة الثلاثة بالثلاثة وكشي وكنح قوله قولي أبو دلامة أيش دوباريك كلا شعراء عصري عباسي فدابتي لفترة حكم معتصم بالله شياوة أبو دلامة يلا نزندي كريجون أنا قصي عندي كوكو شواني هي أمشي عليه وتوها تنها شعرة قال فريد وحيدة كشو دعينية نيلنا وقصيدة هذا ويبتوا يعني أمشي عليه شعري تريزورة بس أما يكي أكل شعره كاني ما شوريش بوغن كم دين بوغ كم دين بوغ أو قبلاني كآوى حزيان لنكات وطرائف وكسي قرواني زور بيان لديني تبوي خلق طبي دين باسي أنا كا خواهي دورا لي خوش بي ورحمتي خواهي لي بموسيك أبو لهالجا لجيك كوني سنم آوى كان ود موسى ملالتي في باموكي ملاي هالجا يعني كافرة بيا دينا إنيني صديقة ملالتي إيه والله يبيك إيمان دارو حمو جمعي لخانقاي بيارب حمو جمعي نبيني ولا بيارب حمو جمعي لخانقاي بيارب وهتا عمي بايك والله لو صالانا أو كرونا مرونا ملالتي في بامو رحمتي خوالا كايك يقسقوش ويكي لقسقور وخشكاني كايك دايول أيوش تيك هيا بي كي حلالة بي خوي حرامة بشتيك هيا بيكي حرامة بيخوي حلالة او شتيك هكا اخو كسنا زيني جوزان اي والله او شتك بيكي حرامة بيخوي حلالة ما صال ما صال بكي بخل حرامة جوكا الرياي وخلية الرتية بش ما صال بكي بخل بس ما صال بخوي حلال بس او شتيك بيكي حلالة بيخوي حرامة عرق جوكا عرق يسان ايقا حلالة وني عرق كيتو قر ما تبي بس عرق بخوي حرام لو قصة قرآنة كأيك الأيوب كريك إمامي من أيوب برباب شي بعين كاو إذا خلق شي بوفا أم بيوه هنو شنو شتانا أقل رجل خانا قايد يالا لما قدها تدر ما وصا سيغفر يادي بخير لحجري تنزلان يشتبو كلما قدها تدر وتي بخوا لا يزين وكان هاتي ندر باب شي بلاي مردو وكان أتي بلاي ما وصا يغفر يباب شي بلاي مردو وكان يزين وكان أمانا أولياء كان أندام فلماني متقاعد بمعاشقين يرول جيرا ملا عمري ما مش بيود ودي قربان تو بيوس ناقة حمجاري اللي هلا بجوابي بو حول الرول بدي معاشك من بكى بو كير خم معاشك بو ولا قدم ملا عمر في الباز بو يعني بحساب ولا قدم أي خم أي شيء ألا ولا عمري أنا وني قولك عربي عليه الوكيل كلب الأصيلي كلب الأصيل تا كل أصيلي أو بقى في بزيا قدم روج منا قبله ما رح ملا جان إذن أخسخ وشيه وأكاك خلق عليهم كيو بدين نادا ملايكي رفيق معنى الاسلماني ملايكي حتى أبو لخسخ وش شوي منو ملا برايمي بورزا مرشاني بيوكو بوين لقالي سيخ وش وش يجي راوة يقلق سكاني يو جاري واي النفر هي بيس ورقة يعني بو مزقود مونا أحمقو في عقلا بكو بيس ورقة بوش يعني بو مزقود أيو منيش حشدة ورقي حلقنا بو خمود وقيسة فقنا بسكود لاي حتى نذل لما أقبل أمري بيوبقر أنا عرفان بيدينا لواني الراس جاء أوكس أنا كآوة أيدنا بريق سيخوش إذا خلق ببيدينا أنتيك واضحة أنا يقول لديني لأم كابرايشا أم أبو دولامة وكيوتي يقسيكي تشاكي قلو ها وكيوتي براسي ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل خواء أبدال زوجتي عندي قوف وشاء أقل بيشم إنسان دين ودنيا إلا كو بيتو تو عيبش عيبش دين إشها بيو دنيا إش كهلا عيب والله أخوان أخوازا وأقبح الكفر والإفلاس كابرا لولا وروت والرجال هيتيني لولا شو كافر أحمق هل هيتنا بأخواتني أقلنا دعوة بيو دينك بو دوريني أو شعر احتباكي تا للعلم بو شكال بشي يكمي شعرك بالرجل ننسيوه
الرجلش مراده هذا يا لبشي دوميشا اذا اجتمع عين النسي وايش دوي هالمراده احتباك اويك لبيني دوقسا لقسيه كما اشتي بلي لو كيت المراد به لو يدوي مش اشتي بلي لما يك ما مراد به آه. يعني ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع بالرجل واقبح الكفر والافلاس اذا اجتمع بالرجل او عكسه تواو ديلا جاء اوهر باسك باسي بياونيه فباسيش نيشر ويا حتما حتما جيني شاكر مفيس قو بيدين بيهر زو ناشن يعني شيا دي بابسين سقسكي خومان مقابلك أتى بالحسن والدين والغنى دنيا يعني دولة مني لبيا يعني هبون أمس يو شي بيكو كوكو دوتو أي بي هيكو كنو وكيان دشمني يكن بلي باب يكو كونا بنوا ها نعوال باسي حسن عيبي شيا بالقال دنيا هبي بالقال باسي غنى ودينا هبي قيت شكا دعي ثم أتى بما يقابلها لبرامبر أمس يو شوس يعني تري هنا وا تيتي شي تيتي باباسي قبح كفر وإفلاسك دي قبحك لبرامبر حسنك ويا كفرك لبرامبر دينك ويا إفلاس بيد سيكيش لبرامبر دولة من يكوي سيركي بالترتيب عيني تبنت أكش تواوا دي ومقابلة الأربعة بالأربعة وكخوا فرمي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أو إتر فسنيسره لليسرى أوجه بابشين سقسيد وأما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى حتما فسنيسره لليسرى شو أرباسة لبران بريكو هنا أما من أعطى أما من بخيل أما من اتقى أما من استغنى أما من صدق بالحسنى أما من كذب بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى مقابل يكني أنا أو أتشوار مقابلي آخر درجة كرويشتوا وكو علماء علين شش شش وشباس كراون بشوين يكا متوافق دعي لبرامبري شو شش وشي دشبه وشش وشا باس كراون عين شو أول شن متوافق وكوشي وكو أوكيكي لشاعر كانوا تويتي على رأس حر تاج عز يزينه بلام وفي رجل عبد قيد ذل يشينه زانه شانه علي ولا سرسري إنساني آزاد تاجي كي لسر تاجي حرمته اي تاجي حرمت خو انسان جوانا كاملا جا بس قاچي و قلي انساني عبدو كويلة قيدي رسوائي بيوية شكو كويلة بس راوتو ملاك دي قيدي رسوائيش خو انسان زليلة كا خو انسان سرشورك انا عشريني كا خو جوانيناك انسان بس رابيتو يعني كود كراو دي على في على لو سرو في معناه كترا خو نالم ريق دجمنية كن بس الحملة وتجاوز ليك رأس لسري سرى والرجل لو خواري خواروا حر لك يو عبد لك دجمنية كان تاج تاجة بس قيدش قيدة إز إز ذل ذل أي يزينه إيش يزينه هو ملاك يشينه إيش يشينه أو جوانيك أو ناشينيك رونا بابتي نسر باسكي خومان باسكي خومان شيا باسكي خومان آياتك يا لو آياتا لو آياتا كربا بوبري شيخي تفتازاني وخطيب رحمتي خوالي بيقسي كان هاي عليه ومقابلة الأربعة بالأربعة عليه والله من أقرب راور ديكي أنفر ما يشتعنب كم بيكو
نزم هرچون یک بی اکری بیشم اعطا لگل بخیلا دجمن یکن قیچک صدق لگل کذبا قیچک دجمن یکن خوف فسنو یسیره فسنو یسیره لراسی دجمن یک نیم بلان بپی متعلق که کباسی یسرا و عسرای او دجمن یکن قیچک اوانیش بس تو خواه تو بلی بمن اتقا و استغنا که دجمن یکن تاتو بيجي والله اللي ريش هرعيني شو تقابل هي كو تقابلك اللي بيني شو عرايا واني ملا ميوان بويا امامي تفتازاني افرمي لسلم آياته افرمي والتقابل بين الجميع ظاهر بلان الا بين الاتقاء والاستغناء بخوا اقل براور دي بيني تواوي ام شوار باسبكي بيكوا هستكي لسياني انا عيبيني تقابلك بس بخوا أو يباسي اتقاء استغناك من وهسناك تقابل هيا يعني تقابلك الرون ها أنا هيا حتما بس بليم الرون أنا بخوا أدي بليم زانم توني الرون أخي توا أفني أيش بيّنه بقولي خطيب رحمتي إخوة اللي بآوي ده سأل أفرمي أفرمي شي أفرمي والمراد باستغناء أنه زهد فيما عند الله تعالى استغناء بمعنى دولة من ديو دنيا دارينية استغناء لیره به معنا خوبی نیاز پیشاندن در باره لطفی خوا پاداشتی خوا اجری خوا بیجی والا من ایشن باونیه ایشن باونیه یعنی چی؟ دی ایسا کابرا خوی بی منت پیشانده برم بر با پاداشتی خوا یعنی چی؟ یعنی او که بیجی ایمانی پینیه بایی بی منت پی ایتو ایمان با قیامت و با پاداشتی خواهی نبی یعنی چی؟ متقید؟ نبخ اونه دجمنی متقید او باسه؟ خوی استغنای ببانای هبونی مال که دجمنی تقوی ملید؟ دیان و صدان و هزاران نمونه مسلمانی دولمن معنه یا دولمنی شو هاوکات متقیش یا استغنا بمعنی زهدی دنیایی اخر انسان اگر زاهدیش بیالن استغنا بو چکا غنیه لوا فيقول الفقير إلى الله الغني الغني يعني شيء يعني أو فقير غنيش الحملة أي قال فقيرة غنية ملاجة آخر فقيرة إلى الله غنية بالله يعني إيش بوخل غنية هي غنية وطع أم إيش مستغنية يعني زاهدة إيش جبدنية إيش بينية بس أجر استغنى بمعنى بيمنتي بيلا وبارشتو خلاتك أخوة دائمنتي يا استغنى يعني بمخيريتيك لدنيا هي إيش بقيامتنا ماوا أي إنسان أقول الدنيا خيار تبقى يعني شيء يعني تقوي هي يا أما لك يا أي استغناء أقول أو معناه كي بيدوش ميت تقوي هذا صراصة بوي أفرمي زهد فيما عند الله تعالى كأنه مستغن عنه بوي فلم يتق إنسان أقول بين ياز بيلا هذا أشتي خوي يعني بنتيجة شيء يعني هو بيشي إيماني بو واسنية ليه كي تقوي أي المراد باستغناء استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة ای بنتیجه هم دوباره فلم یتک کبره دنیا خیاره تیب که هر شونی عرزو هوای عرزو که وی تقوی هی نبخ دی الحمدلله فیکون الاستغناء مستلزما لعدم الاتقائی و هو مقابل الاتقائی بنتیجه هر شونی که بی اما بینی ما نوا که استغناء مستلزما بو عدم اتقاء مستلزما بو عدم اتقاء دی اوش نمقابل اتقاء ليس أما تشيل ياها ملايا تقريبا لو خالة أبو بملحق لو خالة لو خالة أبو بملحق ألو خالة يعني تقابلك إلا بين سيانا حد من هي بس لو خالة أبو ملحق طباقة أعوه لسيانا أنا طباقي واقعية لو خالة أنا أبو ملحق طباق بس الحملة على العموم لها شوارك أنا يعني الباصي طباق لي بويا فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم خوي للراسي شار ريك من قبيلينيا للراسية ريك بو شو كيما اللي يوت من رحماء مسبب لينا لين سبب رحمك أي اللي يرى لنشي ها ألين أو مستلزم بو عدم اتقاء دا
عندي سببكلي نوع أخلي لا عكس بعسك عكسه ليه سببكلي نبو مسببك دانش تبو ليه سببك استغناية لشويني عدم اتقاء دانش وكمسببة آوة هل فرقة كأوندي أنا الحمد لله هل علاقة سببية المسببية هي لبيني مذكور ومحذوفك واضحة بس ليه سببك باس نكرابو مسبب باس كرابو ليرى سببك باس كرابو مسبب باس نكرابو آوة ليرى استغنى يعني لم يتقي بس ليه الرحمة يعني لانا آوة كوت الرحمة يعني لانا لانا لقل شداء ابن بدوش منيك تو تو ملاجا ديتر وزاد السكاكيو بخواه ما نبيتوه نبيتا زباني دا هرچند باشه که هر امباسیه بالان که آن دادی دوینش دیخوین؟ ابیش با دوینش دیخوین بعدی راست لیم لگیم بعد در زکت او کن مدام وای وزاد السکاکیو فی تعریف المقابله قیدا آخره شو زنم بلایم و مقابله هر وندبو أي يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر أي دعي ولا ثم بما يقابلهما على الترتيب توابك هلا وندك بما يقابل ذلك على الترتيب ولم إمام سكاكي رحمة إخوالي به سر رأي أما قيدك تريشي زيال كردوه زاد قيدا آخر حيث قال هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثرا وبين ضديهما يعني وبين ضديهما أو أضادهما أو أن ده هيش أو هر سكيخو معنا أو جاء أميز ياكدو فرميتي وإذا شرط هاهنا أمر حتما شرط ثم ضده أجل ليرى لبين دو معنى متوافقك يا سي معنى متوافقك يا شش معنى متوافقك أجل مرجيك دان رابو أو حتما أبي لاي معنى كاني تر دجمني أم مرجى كليرى هي اللي ودجمنك يهبي سو دو معنى ليرى باسناك دوا دوا تريش دو لو برو باسناك يدجمني أمانا اگر امدو معنای ایره شرط یکی تیاجی رابو ابد دجمنی او شرطا لایدو معنا که تریشا رچاو کرابی هر عینی او باسه بلام دجمنک و اذا شرطا ها هنا ای فیما بین المتوافقین او المتوافقاتی لحالتی یکما شرطا امرون حتما شرطا ثمه لبیش ای فیما بین ضدیهما او اضادیهما شرط ضده ضد ذلك الأمر وكتي ملايان كهاتين الآيتين هرّيك وكو أودو آيات هرّيك وكو أودو آيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وسغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أو آياتك آياتك دومتيا أشداء على الكفار بوم يا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أو دوانا نموني تقابلك بوم وكأودوا آياته فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده أي ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرى مشتركا بين أضدادها ما دم لا باسي أعطاو اتقاو صدقا مادم لقل أوسيا باسا باسي تيسير هيا دي لقل دجمني أوسيا باسيشا باسي تعسير هبه
كوتو معنا الليرة لقل أم باسانا يسرطا باسي اشتيك هبو بعد دجمني أوشتي لقل باسكاني دوات راحبي دي سوت. أما من أعطى فسنيسره لليسرى، أما من اتقى فسنيسره لليسرى، أما من صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لقل هرسي باسكا باسي سنيسره لليسرى، بلام وأما من بخيلة أو فسنيسره للعسرة، وأما من استغنى فسنيسره للعسرة، وأما من كذب بالحسنى أو حتما فسنيسره للعسرة. ما دام باسي يسرى لقل سي باسكي سرطا هبو لبا باسي عسرى لقل سي باسكي دو أترابي إمام سكاكي أو يفرموه فلتي ما دام باسيك لقل باسكي سرطا هيا بعد دجمني أو باسي لقل باسكي دو أتري شابي رونا. مشتركا بين أضدادها، أضدادي إعطاء اتقاء تصديق بريتيا لبخل استغناء وتكذيب. فعلى هذا بنتيجة أجر أم باسي مقابلة بيوكو سكاكي أم قيد يبوزيا الكردوا نكخومان إيه بنتيجة لا يكون قولهم ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، لا يكون أو قول من المقابلة بو ملاجيان على دسيريكا أو على ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع تويش لولا أوتي ولا أما احتباكي تيا يعني باسي اجتمع لولا شو هي أقل لي باسي اجتماع هي بعد باسي افتراق بي ملاجيان ويسكا كيف فرميتي والله او مقابلة نية وكي مقابلة لباسي دين ودنيا كتو علي جوانا اگر بيكو كوب ابن او باسي كوب نوية باسي قبحي كفر وإفلاس باسي دوباره كوب نوية خوي مفروض بو باسي ليك جابو نوبي بلا يسكا كيو ها بلا يسكا كيو علي مفروض باسي ليك جابو نوبي بس بو يعني اگر كفر وإفلاس ليك دور كونه ناشرين ها لا والله مش ناشرين با كافر بيو دولة من بي اي بيشي او دنيا يبي وتا دنيا كيه با مفيز بي ايماني هبي اخوه او خيامت يبي دنيا يبو چي اي بيشي يعني او دو خالة اي بيان هيا ملا نرسي او دو باسا لا والله بلان بلي والله واقبح الكفر والافلاس اذا اجتمع دي وهر اجتمع كيف يشوبو يسشد دوباريه كيتوا يسكاكي الله نابي ملاجان لباسي كما اشتيك باسكر ابي دشمني او باسكي لقل حالتي دوما يعني كوت اذا اجتمع ليبغي اذا افترقا دوما وتو يما نا والله ديكو ابي او مقابله ثانيه ببي او قيدا كسكاكي زي كدو باسكا ابي او نمنبري باسي مقابله نكبي تغيشن لانه اشترط في الدنيا في الدين والدنيا الاجتماع كشي لولا ولم يشهد في الكفر والإفراس ضده يعني او مرجيك لوي داينوا خو لي ردج منك داناوا هر عيني مرجك خو داناوا ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع وما اقبح الكفر والإفلاس اذا اجتمع هر والي ليوكي مقابله او مرجبولي كما هي كشي لوي دو مش هر عيني مرجيه باب بعدش منك هبي اقدش منك ابو ابي بمقابله تغيش نيسا داي إيه كده آخر قصة أنا بابو بكم ليرة أخير كبيرة أنا بليم سي خوش يعني زور زور علمي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، حسنى يعني شي ملاجة ها يعني إيمان يعني صفتك جوان، حسنى مؤنثة يعني باسي صفتك
أي صفات جوان بلا إنسان جوان ترين صفات البيت إلا إيمان بس تصديق لك الإيمان الزور قل جاو صدق بال صدق يعني إيمان خوي بخوي صدق بالإيمان إسأل بيتان الله يعني أقر صدق حسنا أقر حسنا صفتي خصلة صفت به يعني وصدق بخصلة حسنا أو وكاتتو أحسن خصلة إنسان بيتي الإيمان بس أقل إيمان بيه رنج معناه كاللقى الصدقاء كون جاونك وصدق بالإيمان يعني شي بوي أكري بولي وصدق بالحسنى يعني وصدق بالملة الحسنى ملة حسنى شتيا ملة إسلام يا أكري بيجي وصدق بالحسنى يعني وصدق بالمثوبة الحسنى مثوبة فاداشت فاداشت حسنى شيا بحشت بنيني خوالة بحشت منيا يعني باوري بو باسا هي باوري بو فاداشت قورة هي كي إيمان دار دسيا كبير هم أجد بحشت هم خوش بنيتي يا رنة وصدق بالحسنى يعني وصدق بالكلمة الحسنى الكلمة الحسنى يعني شي كلمة توحيد فجوان تلين قصة بريتي لو أفضل الذكر لا إله إلا الله تو قيتر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.